السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم احمد صلاح من شركة موازي. النهاردة احنا هنتكلم مع بعض في حاجة فيها تحايل شوية عشان نرسمها، وهي شكل الكورة ده. الكورة ده لو هتلاحظوا ان هو اقرب بالهيليكس، يعني هو هيليكس بس هيليكس على شكل كورة. مفيش امر في السوليد بيقدر يرسم الهيليكس على شكل كورة بطريقة مباشرة. فاحنا اذا هنبدا نفكر ازاي نقدر نتحايل على الامر. هنتحايل على الامر بان هيبقى عندنا كوره وعندنا هيليكس، وهنجيب انترسكشن ما بينهم. يبقى انا ابدا افكر كده ان انا عندي كوره وعندي هيليكس وعايز اجيب الانترسكشن ما بينهم. فهنعمل ايه عشان نرسم الكوره؟ تعال نشوف كده. احنا في الاول هنيجي مع بعض نعمل الريفولف. هنيجي هنا على الفرونت، كليك يمين سكتش، ونيجي هنا نعمل سنتر بوينت ارك، نيجي نعمل ارك معانا بادئ من هنا ونهي من هنا، ونيجي نتأكد ان التلات بوينت دول فيرتيكال مع بعض، نيجي نعمل سنتر بوينت سنتر لاين سنتر الارك، ونيجي بالسيرفس نعمل هنا ايه؟ ريفولف. نعمل ريفولف كده بقى معانا الكورة. ناقص الهيلكس. الهيلكس اجيبه ازاي؟ انا لو عملت هيلكس من هنا، الهيلكس هيبقى جوه بره، وبعدين هجيب الانترسكشن ازاي؟ بس في حل طريف خالص ان احنا نقدر نعمل الهيلكس ويبقى قاطع مع الدايره، هو عن طريق ان انت هتيجي ترسم لاين هنا وتتاكد ان اللاين ده اكبر من الدايره بحاجه بسيطه مثلا، تمام، وتيجي تتاكد من ابعادك بحيث تبقى ضامن ان هو فول ديفاين، واجي ادوس اوكي على السكتش ده، واجي في الفرونت تاني برضو اعمل لاين تاني اللي هو الدايركشن بتاعي، وادي له اي مقاس برضو يكون اكبر من الدايره بحاجه بسيطه مثلا 50 برضو، واجي ادوس اوكي. انا عندي التو لاينز دول عشان اقدر احولهم لشكل هيلكس. عندي في السويب، طبعا احنا لو شفنا الفيديوهات اللي فاتت هنعرف ان في السويب بنقدر من الاوبشن ان احنا نخلي يعني نخلي البروفايل يتحرك على الباص بحركه دائريه. عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا نيجي نفتح الاوبشن مع بعض هنا، ونيجي نختار بروفايل تويست، ونيجي نختار سبيسيفاي تويست فاليو. هيفتح لي التويست كنترول، هقول له بالريفوليوشن، واقول له عدد الريفوليوشن عندي سي 5 مثلا، واجي ادوس اوكي. بقى عندي حاجه بالمنظر ده، حلو قوي. انا كده جبت الكوره وجبت الهيليكس، انا ناقص عندي ايه؟ ناقص اجيب الانترسكشن ما بينهم. الانترسكشن ما بينهم يجي ببساطه بال 3 دي سكتش، تيجي تفتح كونفيرت انتيتيز تلاقي انترسكشن كيرف، تيجي تختار السطح ده والسطح ده وتيجي تدوس اوكي. تدوس اوكي جاب لي اللاين اللي هو ما بينهم اللي هو شكل الكوره. هاجي اعمل هايد لده، خلاص انا بقول له شكرا انا مش محتاجك. انا بقى عندي هنا الباص خلاص بقى موجود، اقدر اعمل بسويب كل حاجه. مجرد ما اجي ادخل على الفيتشر هنا واجي اعمل سويب، حتى لو انت ما عندكش البروفايل بتاعك انت ممكن تعمل سيركلر بروفايل على طول من هنا. تيجي تختار اللاين بتاعك ده، تيجي تختار التحكم بتاعك تتحكم فيها اللي هو الديامتر بتاعك كام، تيجي تدوس اوكي. دي حاجة بسيطة خالص ان انت ازاي تقدر تعمل هيليكس على كورة.